لك انتو كلياتكن هون؟ صباح الخير ماما. صباح النور، جايين من وش الضو؟ نحن قلنا لحالنا أكيد رح تفيقي بكير ويمكن تعتازي مساعدة. هو لأنه نحن ما قدرنا ننام لهيك اجينا لهون. أنا كتير مبسوطة إنكن اجيتوا لهون، الله يرضى عليكم. أختي باني لازم تاكلي شي، أنا بعرف إنك ما دقتي شي من مبارح. بيا أنا كنت، وبعرف كمان إنك مشغولة بالشاي اللي بيشربه سيد جاي. شوفي جبت الشاي معي. منيح إنك جبتي، أنا هلأ كنت عم فكر إنه هو أكيد رح يطلب شاي لما يفيق من النوم. ليكو جاهز، تعالي رايحة معك على غرفة العناية. بظن لازم نلاقي الدكتورة ونحكي معها ونعرف المدة اللي رح يضل بابا هون وإمتى فينا نرجعه على البيت. إيه أنا مبارح كنت عم فكر بالموضوع، يعني إذا خلوا بابا هون هيك بيكون أحسن لصحته، قصدي رح تكون الرعاية أحسن لأنه كل الدكاترة موجودين هون وبابا رح ترجع له صحته بأسرع وقت. طيب خلينا نحاكيهم على الأقل. امشوا. دكتورة نحن حابين نعرف قديش بابا رح يضل بالمشفى وقديش رح يستفيد من القعدة هون، قصدي إمتى فينا ناخد بابا على البيت؟ هلأ بالنسبة لحالة السيد والي بنصح أنه يضل بالمشفى لأطول فترة ممكنة لأنه في أطباء كتير بيديروا بالهم عليه، وإذا صار شي كل التجهيزات موجودة هون حالته بتتحسن أسرع بكتير. السيد جاي مانو بحاجة المستشفى أو التجهيزات تبعه، هو بحاجة بيته، بحاجة أولاده، بحاجة عيلته، بحاجة حبهم. معك حق دكتورة، أنا معك بهي النقطة لأنه بابا هون رح يضل لحتى يطيب على الآخر ويرجع مثل أول وأحسن. بما أنه الأطباء موجودين رح يكون الاهتمام أحسن. أنا متأكدة أختي أنه لما السيد جاي يشوف كل هاد رح تتحسن صحته بسرعة، وأنا كتير واثقة ومتأكدة من أولادي بأنهم رح يفهموا هذا الشي. أكيد هنن مانن حابين أنه السيد جاي يضل فترة طويلة بالمشفى. صح أختي، المشاكل بتقرب الناس من بعضها. يلا حبيبتي روحي هلأ رح يبرد الشاي تبع السيد جاي.